انفو. صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل. هذه اخبار الرياضه من راديو مان. الموعد اليوم، الحدث اليوم تقريبا اهم مباراه في الاربع سنوات الاخيره، نحكيه على كره القدم التونسيه. موعد مهم برشا اليوم، المنتخب الوطني التونسي ينزل ضيف على نظيره المالي في باماكو انطلاقا من الستة متاع العشية والرهان التأهل إلى قطر 2022. بالطبيعة نحكيه على كأس العالم. المنتخب الوطني التونسي موجود من نهار الأربعاء تقريبا في العاصمة المالية. البارح كان أنهى تحذيراته اللي مقابلته نهار اليوم، نهار الجمعة بالطبيعة الستة متاع العشية. العناصر الوطنية كانت أجرت حصة تدريبية أخيرة احتضنها ملعب 26 مارس في باماكو. كان الهدف منها التعود على أرضية الميدان كما حرص الإطار الفني على الاهتمام بالكرات الثابتة ودون ترفيع ساق التحذيرات، وشارك كل اللاعبين في التمارين. بالنسبة إلى بلال العيفة، مشاركته من عدمها ما زالت بين الشك واليقين بعد الإصابة العضلية اللي تعرض لها. كيف البارح الياس الصخيري كان شارك في التمارين، وما زلنا نستناو في القرار الأخير للإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي بقيادة المدرب والناخب الوطني جلال القادري. التشكيلة المحتملة أكيد نسوقها بكل احتراز في انتظار أنه يجينا الرسميات من باماكو. في حراسة المرمى البشير بن سعيد، في الدفاع منتصر الطالبي وبلال العيفة في اللاكس. هذا في صورة ما إذا بلال العيفة ينجم يشارك. على اليسار علي معلول، على اليمين محمد دراجر، في وسط الميدان كل من إلياس الصخيري ديما مشاركته من عدمها بعد العطاء الضوء الاخر من الاخضر من طرف الاطار الفني. الياس الصخيري، غيلان الشعليل، عيسى العيدوني ومحمد علي بن رمضان، قدامهم يوسف المساكني ونعيم السليتي. مالي تونس، ذهاب الدور الحاسم والمؤهل الى كاس العالم قطر 2022 انطلاقا من 6 امتى العشيه باداره الحكم بملك كاسيما. نذكروا ان المباراه باش تم نقلها على القناه الوطنيه الاولى الفضائية في المباشر بالطبيعة. انهيت إدارة الترجي الرياضي التونسي البارح كل إجراءات فسخ العقد اللي كان يربطها باللاعب نسيم بن خليفة، وهذا بالتراضي بين الطرفين. نذكروا اللاعب التحق بصفوف الترجي الرياضي التونسي نهار 20 نوفمبر 2020 لمدة زوز مواسم بعد نهاية تجربته مع غراشو بير السويسري اللي لعب له خلال فترة 2012 إلى 2015، كما كانت له عدة تجارب ومحطات أخرى في سويسرا بلجيكيا وألمانيا. نمشي إلى العالم ومسار التأهل لكأس العالم. عديد المفاجآت البارح، أولها فشل المنتخب الإيطالي في التأهل إلى الدور الإقصائي الجاي من التصفيات المؤهلة لكأس العالم بعد الخسارة المفاجئة بين ظفرين ضد مقدونيا الشمالية بهدف لصفر. وجاء هدف مقدونيا الشمالية في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل الضائع، وهكا فشل بطل أوروبا في الترشح لكأس العالم المرة الثانية منذ 1958 في تاريخه، والمرة الثانية على التوالي بعد ما غاب عن نسخة روسيا في 2018. المنتخب البرتغالي باش يضرب موعد مع منتخب مقدونيا الشمالية في نهائي المرحلة الأخيرة من الحق الأوروبي المرشح لمونديال قطر. البارح زملاء كريستيانو رونالدو كان انتصروا على تركيا بثلاثة أهداف مقابل هدف. وزاد ضمن منتخب الويلز والبلاد الغال والسويد مرورهم بعد الفوز على اسكتلندا والنمسا. التذكير بالنتائج الكاملة البارح، الويلز والبلاد الغال انتصرت على النمسا 2-1، السويد انتصرت على تشيك هدف مقابل 0، إيطاليا انتصرت على تركيا 3-1، البرتغال انتصرت على تركيا 3-1، وإيطاليا كما قلنا خسرت قدام مقدونيا هدف مقابل 0. المرحلة الجاية المقابلات نتاعها باش تكون على النحو التالي: بولونيا باش تكون في مواجهة السويد، البرتغال باش تتقابل مع مقدونيا الشمالية، والويلز باش تكون في مواجهة اسكتلندا. المباريات هذوم يتلعبوا نهار 3/29 مارس. كانت هذه أخبار الرياضة. قدم لكم معاذ الشريف، إلى اللقاء.